قطع السكن تم توزيع المفاتيح على المستفيدين من السكنات الاجتماعية بدائرة الحجيرة في ولاية ورقلة، والتي لطالما انتظروها والمقدر عددها ب 68 سكن بصيغة اجتماعي إيجاري عمومي، توسط فرحة كبيرة للمستفيدين. التغطية لموسى بن ساسي. أنا كنت ساكن في سكن كما هش، والحمد لله نشكر السلطات المحلية ونشكر السيد الوالي وكذلك رئيس الدائرة ورئيس البلدية، والحمد لله هذا ورانا سكننا بعد نشكر دولتنا إن شاء الله ونشكر السيد بوتفليقة إن شاء الله. الحمد لله بارك الله فيكم جلاله خير، إن شاء الله يشفي لنا بوتفليقة كثر خيركم وتحية الجزائر. وزعنا في بلدية توقرت وبلدية عين البيضاء والنزلة وكذلك كل البلديات يعني اللي راهم واجدين فيهم السكنات، وستشمل هذه العملية كذلك خلال الأشهر المقبلة حوالي أكثر من 700 سكن بما فيها ورقلة والبلديات الأخرى.